السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، من فضلك هل الكي في العمليات الجراحية سواء علاجية أو تجميلية يدخل في الكي المحرم الذي يخرج فاعله من 70,000؟ الكي للضرورة جائز. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. فالعلاج بالكي جائز عند الضرورات القصوى. بارك الله فيك. والليزر بيدخل في الكي؟ نعم، لا أستطيع أن أقوله قولا واحدا، محل خلاف، لكن لا أقطع بذلك. جزاكم الله خير. وإياكم المسلمين.